بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي المقبلين على الاختبار التحصيلي. نكمل معا الدورة التدريبية للاستعداد للاختبار التحصيلي. الآن موعدنا مع المحاضرة التاسعة من تجميعات التحصيلي من هذا الكتاب المهم، من هنا نبدأ التحصيلي الجزء الخاص بالرياضيات. مع السؤال الأول بيقول هنا: مقدار التماثل الدوراني لمضلع ثماني منتظم حول مركزه يساوي. انتوا عارفين طبعا ان في قانون لمقدار التماثل الدوراني بيقول 360 تقسيم n، حيث n عدد اضلاع المضلع المنتظم. فانا هقسم الان 360 على عدد الاضلاع وبقول ثماني، يبقى كام؟ يبقى 8. اعمل عمليه تبسيط، ممكن اقسم هنا على الاربعه فيها الاثنين، و36 على الاربعه فيها التسعة وأضع الصفر، يطلع جوابي 90 على 2، و90 على 2 يعني يعطينا 45 درجة، وبكده أختار ألف. نقف فيديو ثواني لحل هذا السؤال السهل. بيقول هنا: إذا كانت الدالة f of x بتساوي 4x تربيع ناقص 8، طالب مني قيمة f x ناقص 1. عارفين طبعا ان هذا سؤال تعويض وسؤال سهل. هعمل ايه هنا؟ هاخد هنا الدالة وفقط اشيل الاكس واضع مكانها اكس ناقص 1، يبقى اكتب هنا 4 واشيل هنا الاكس واخليها اكس ناقص 1، هذا الكل تربيع لان هي اكس تربيع ناقص 8. اعمل عملية فك، اكتب الاربعة كما هي، وهذا زي ما انتم عارفين في نظرية ذات الحدين بيطلع لي ثلاث حدود. اربع الاولى تعطينا اكس تربيع، اثنين الاول في الثاني يبقى ناقص اثنين اكس، واربع الحد الاخير دائما موجب يبقى موجب واحد، وهنا ناقص ثمانية. استخدم خاصية التوزيع، اضرب الاربعة هذه في داخل القوس، يبقى الجواب اربعة اكس اس اثنين ناقص 8x، واضرب الأربعة في الواحد يدينا موجب 4، وما انساش إن بره في كام؟ سالب 8. أعمل عملية تبسيط زيادة، هنا 4x تربيع ناقص 8x، وموجب 4 وسالب 8 هيدينا سالب 4. أنظر في الخيارات، مين اللي عندي 4x تربيع ناقص 8x ناقص 4؟ فعلاً هجد إن أ هو الجواب الصحيح. نأتي لسؤال آخر قوي، بيقول هنا: مدى الدالة f of x بتساوي القيمة المطلقة ل x ناقص 2 زائد 3. انتوا عارفين طبعا الخطين هدول يعني هذه دالة القيمة المطلقة، وتمثيلها البياني بيكون بهذا الشكل. لو انا عملت هذا محور y وهذا محور x، كنت انا باجي هنا العدد اللي مع الاكس هذا باخده بعكس الإشارة، يبقى هنا موجب 2 يعني عند الاكس هنا موجب 2، والجزء الثاني هنا باخده بنفس الإشارة يعني الواي عند الثلاثة، هكذا بيكون هنا هذه نقطة رأس الايه الدالة، وبتكون عاملة زي حرف الفي بهذا الشكل. وانتوا عارفين المدى هي قيم واي الممكنة من أول فين؟ زي ما انتوا شايفين كده رأس المنحنى جاي كده من أول الثلاثة وراجع على محور ايه الواي، يبقى جوابي هيكون من عند الثلاثة مغلقة وطالع لفوق إلى ما لا نهاية. طبعا المدى دائما عيوني على الجزء الثاني ده هوت، وباخده بنفس الإشارة كما هو، يبقى 3 وموجب ما لا نهاية، وبكده أختار باء. نأتي لهذا السؤال السهل، بيقول: أي مما يلي ليس من تحويلات التطابق؟ أنتوا عارفين طبعا إن الإزاحة هذه بتحافظ على أبعاد الشكل، عشان كده يعتبر من تحويل التطابق، والدوران كمان بيحافظ على أبعاد الشكل فهو من تحويل التطابق، والانعكاس كذلك بيحافظ على ابعاد الشكل. جميع هذه الخيارات باء وجيم ودال تحافظ على ابعاد الشكل الا التمدد، لان التمدد لا يحافظ على ابعاد الشكل فهو ليس من تحويلات التطابق، لان التمدد معناها تكبير او تصغير او تطابق، فعشان كده اختار الف. ناتي لهذا السؤال القوي على حساب المثلثات، بيقول: إذا كان ساين تي بتساوي جذر 3 على 2، طالب مني قيمة سيك تي، ومعطيني هنا معطى بيقول: علما بأن تي محصورة ما بين باي على 2 إلى باي. طبعا في معلومات كثيرة هنا، خلينا نقولها واحدة واحدة. أول شيء عندي التي بيقول هنا من باي على 2 إلى باي، هذا في الربع، كلام صحيح، هذا الربع الثاني. باي على 2 يعني 90 إلى باي اللي هي 180. انتوا عارفين طبعا دائرة الوحدة، لو انا جيت هنا رسمت كده دائرة الوحدة هكذا، الربع الأول اللي هو من صفر درجة إلى 90 درجة هذا الربع الأول،
الربع الثاني من 90 إلى 180، والربع الثالث من 180 إلى 270، والربع الرابع من 270 إلى 360 درجة. كما معلومة مهمة أن كنا بنقوله في الإربح هنا بقول واكتب الاتصالات السعودية اللي هو STC. هذا معناه أن جميع النسب المثلثية في الربع الأول هذا كلها موجبة، في الربع الثاني النسب المثلثية الموجبة هي الساين ومقلوبها اللي هي الكوسيك فقط اللي تكون موجبة، وفي الربع الثالث فقط الموجب اللي هو التان ومقلوبها اللي هي الكوتان، وفي الربع الرابع الكوزين هي الموجبة ومقلوبها. لكن هنا انا بشتغل على ايه؟ بشتغل على الربع الثاني. طيب هو هنا معطيني الساين، انا لازم اجيب الايه؟ اجيب الكوزين، لان زي ما انتم عارفين ان السك هذه هي مقلوب الكوزين. استخدم هذه المتطابقه الاساسيه المهمه اللي هي بتقول ان ساين تربيع اي زاويه تي ولا ثيتا زائد كوزين تربيع الزاويه، هذا كله بيعطينا واحد. اعمل عمليه تعويض، هو مدينا هنا الساين بجذر 3 على 2، فلما اربعها اربع الباسط تبقى 3 على 4 زائد كوزين تربيع ثيتا، كل ده هيساوي 1. اودي هذه الجهه الثانيه تروح باشاره مخالفه، يبقى كوزين تربيع هتساوي 1 ناقص 3 على 4 يعني يعطينا ربع. طب انا عايز بس كوزين، يبقى نخلي بالنا هنا، يبقى كوزين بس من غير التربيع، اشيل بقى التربيع خلاص، كوزين بس اجذر هذه يعني اجيب جذر الواحد يعطينا 1 وجذر الأربعة يعطينا 2. بس خلي بالنا أنا شغال على الربع الثاني، والكوزين في الربع الثاني هتطلع سالبة، لأن طبعا الجواب بيطلع موجب أو سالب، أنا أخد بس فقط السالبة لأن أنا في الربع الثاني الكوزين سالبة. طب هو طالب مني السك، أنتوا عارفين السك هذه اللي هي مقلوب الكوزين اللي هي بتساوي 1 على كوزين الزاوية تي، أقلب هذول هيعطينا سالب 2. سالب 2 الجواب الصحيح، وبكده اختار ألف. برجاء الرجوع إلى مقطع مهم جدا على حساب الساين والكوزين مشروع في هذه القناة. في ختام هذا الفيديو أحب أكد على هذه الأكاديمية المهمة، أكاديمية قشير. تدرب معنا بالمجان على جميع اختبارات قياس. شكرا والسلام عليكم.